السوق العشية نولي نسخف حيلولية من كل حاجة نشري حية باه صبر روحي شوية أنا في المغرب تفرح عيني كي روح اللي مدير فيني يلجوع باي باي يخطيني ما يدري ملتلي عيني زيد نخدمها بخيمة جبوبي تشربونا كل مكتوبي خلي نمسح كل ذنوبي أنا يا شره سيدة لحنها علا وزادت حفها حسني والله في يومي صعد لها وكملها ولسه يمين اهداها والله السلام عليكم السلام عليكم ايه راكد هذا ولا وجهي ايه ولا غيو يشخر طول بعد ما وخارج من فمه يا السلام عليكم خويا السلام عليكم شي هذا الناس هذا جاي يخدم ولا جاي يرقد يهز كونجي رمضان رمضان خويا واش خويا واش تحوس واش تحوس يا ودي واش نحوسك في بيرو تراقد من قبيل العيط روح اختينا رمضان رمضان روح اختينا خلينا مريحين روح روح خد وروح خد جاي نديرك واقطي روح خد وروح خد وروح وين خد وتعطيني خلينا رمضان رمضان راقدين روح وهذا وقت جي فيه غدوة رواه روح غدوة يا ودي دير لك وقت خليني رايح مالك ما كانش ما كانش روح تروح روح واش دورت هذاك واش دور ما كان والو اي ذكر نشوف الشيخ الدايره تاعكم انا راح نشوف الشيخ الدايره تاعكم يا سيدي في هذه السكرتاره تاع رئيس الدايره ما كان حتى واحد ما فهمناش حنا هذا ايا نجي داخل البير والله يسهل عليهم شو راك دير هنا تا يا ودي هاني ما لقيت حتى واحد في السكرتاري كيف واش ندير واسمك ايه ايه واش دخلك هنا واش دخلك يدخلت ما لقيت حتى السكرتاري تاعك ما كانش جيت داخل جاي نشكي لك كيف هذا ما نشكي لكش ثم زريبه هذا اللي جاي يدخل لهنا البيرو هذا ما كان بالعقل زريبه احنا نهضروا في الزريبه انا رحت للبيرو وهذاك تاع الراجون اللي قابض الدواسه تاع السكنه جيت نقول له انا طال وسيد نلقاه راقد نوض فيما باش ينوض قال لي خرج عليا واحد ربي هو دبر راسك بيني وبينه ولا جايني انا تقول لي ياك انت المسؤول عليك كيف انا مسؤول ما والو روح بينك وبينه ماكش مسؤول مانيش مسؤول يخرج من هنا اخرج من هنا قاعد ماكش مسؤول ماكش تقول لي يخرج هيا هيا والله نفرمي لكم الدايره ماكش تقول لي يخرج اسمع نادر ماك اطلق الباب اطلق الباب نادر ماك مانيش طالق الباب اطلق الباب نادر ماك مانيش طالق الباب واه كلها نجي البيروات كل راقدين روحوا كملوا درتوها مرقد وتاع الزبانه تهضر مع الشرطي الهضره اي نهضر اي روح هضر مع رئيس الدائره تاعكم روح هضر مع لاجون تاعكم دوك نعيط لهم يجوا دوك نعيط لهم باش متحرك من هنا دوك نعيط لهم يا الباب الدائره مفرمح هم جايين يا الليله فاطره هنا في الباب هم جايين هم جايين دوك نعيط الو لاعبين عليا انا حتى نوليكم هم جايين محكمة قضية رقم 1800 حمزة دباب المدعو عبروق سيدي القاضي أيها السادة المناضلون وين مناضلون شوفينا في الجبهة السادة الحاضرون السادة الحاضرون وين حاضرين سيدي القاضي تشوف في القاعة كل فارقة مال كذا مال عليه راك تهدر قول سيدي القاضي وطبر سيدي القاضي الغلطة مشي فيهم ومشي فيا يا اختي لافي ديرها لي غناية وخلاص الغلطة مشي فيك مشي فيا غلطتي لافي سمعت يا سيد القضية خلعنا ضربة حتى انا سمعتها هيا ادخل في الموضوع جاونا في الموضوع سيد القضي يكمل يا اخي نهار يا اخي سيد القاضي الغلطة مشي فيهم ومشي فيا الغلطة في اللي دخلهم يدخلوا ياخذوا ياخذوا يخدموا بالمعرفة فهم هذا مو مش خدمة هذو من اللي نروح للقام راكدين في البروات اعطيني تفصيل القضيه وين قضيه سيدي القاضي عاد دوقني ولا قاعد دوقني اليوم يعني نقول لك جيت داخل للبيرو باش قالك علقوا اعلان نعاودوا الدوسي قلت هيا نروح
وجدت الدوسي وتحت نجري في البلديات ونصك وقت خرجتهم وكذا والدنيا نجي رايح البيرو انطبطب البيرو ونلقى السيد راقد في البيرو ومن بعد من البيرو وانا نلقى السيد راقد ما باش ينوض عييت ننوض فيه فهمت تقول مسحر بالشيشه وعطاه برقه ولا ما على بالو الدنيا بوفيقه قلبت الوراقي خبطت الزيت ما كاش هزيت روحي رحت انا رئيس رئيس الدائره قلت انا نشكي له على همي داخل السكرتيره ما لقيتهاش اه واكاش رئيس دايره ما عندوش سكرتيره جيت داخل نلقى الباب محلول نلقاه راقد فوق البيرو تذاني نقولوا معليش الاخرى جو راقد حتى تا رئيس دايره راقده جيت نشكي له تلفني تلفني رحت البوليسي انا للبرة تاع الباب قلت له عم البوليسي تا ما حليت قلت له عم البوليسي سيد نلقاه يشخر نوضت هكا برجلي ناضخ طف حط لي البيه في راسي انا حط البيه في راسي ثم انا زنقلت انا مشي حتى واحد يحط لي البيه في راس انا فرنسا لهزتها باي يحط لي هو البيه قور عليه باي يحط لي البيه في راس نخش فيه بدماغ هذا ما درت سيدي القاضي خش فيه وزوز كتبيات لمتهم لي جاوني لابوليس هزوني جابوني لهنا واش من قضيه سيدي القاضي تفاصيل ماكش عارف باللي الشرطي رمز من رموز الوطن ها وين الشرطي رمز من رموزه ماكش عارف باللي الشعب هو الوطن في حد ذاته سيدي القاضي والماده الاولى من الدستور تقول السياده للشعب وسو انا راني شعب يسمى السياده عندي كيفاه تعرف الماده الاولى وما تعرفش باللي اهانه موظف اداء مهامه جريمه وين مهام سيدي القاضي نقول لك كل جماعه تشخر كل راكده تقول لي وظيفه ما كان حتى وظيفه رفعت الجلسه كيف ترفع الجلسه سيدي القاضي بلا ما تقول الحكم لازم تدخلهم هذو لازم تجيب لي حقي روح اعطيني رمضان رمضان قلت لك رفعت رفعت نقول لك كلمه سيدي القاضي والله ماني ساكت على حقي ودوك نكتب بريا البوتفليقه مستعجله ركوموندي وش بيك عبروق تقول لي هموم الدنيا هذه كلها طايحه عليك هك خليني يا العقل يا اخويا خليني خليني الله يستر هذه باينه كبيره قطرة الدم ما تسعاش في وجهك هذي تحقرت عبروك أخويا تحقرت اليوم تحقرت وتمرمت تمرميدة في حياتي ما تمرمتها كيف تحقر مدام أنا حي تحقر اسمعوا جماعة اللي راني راكم في الخيمة عبروك راو تحقر شكون حقر هذا شكون شكون هذا يحكي لي يا عبروك شبيك هذا واش نحكي لك العقل يا أخويا أنا تمرمت اليوم ونقولها لمن سأل الشرطة مرمدوني حبوا يدوني للمعتقل انا تمرمت اليوم انا تمرمت اليوم انا تمرمت اليوم ونقولها لمن سأل شرطة ضربوني بقوة ودوني للمعتقل شرطة ضربوني بقوة ودوني للمعتقل ودوني للمعتقل نشكي بالرقدين ما لقيتش النايدين رحت نشكي بالرقدين ما لقيتش النايدين رحت نشكي بالرقدين ما لقيتش النايدين